نتكلم بقى على اللقطات الحلوه والتناغم اللي شفناه امبارح، ويمكن انا وكريم برضو يعني عدينا سريعا على النقطه دي في الانترو. وامبارح الثنائي الرائع ما بين محمد شريف وقفشه، وهذا محمد شريف وقفشه، هذا او هذه الكيمستري الجميله، وتحس اتنين فاهمين بعض جدا. وقفشه عنده برضو هذه القدره ان هو بيقدر يعمل زي سكان للملعب بشكل كبير جدا، يعني هو حقيقي لاعب ممتاز. وفكره كمان ان هما الاثنين محققين بعدد اجوال 14، كل واحد ساهم في 7 اهداف، فبتتكلم في 53% تقريبا من اهداف الاهلي في هذه البطوله، حاجه محترمه جدا. فبرضه شايف ده ازاي؟ شايف اولا قفشه من البطوله اللي فاتت له دور كبير جدا، بنتكلم على احسن لاعب في المباراه النهائيه السنه الموسم اللي فات ضد نادي الزمالك، وخد احسن لاعب في المباراه وخدنا البطوله. محمد شريف كان ليه دور اخطر بقى السنه دي في البطوله العشرة. محمد شريف قعد لنا في الاذهان كل الاهلاويه كابتن عماد متعب، مهاجم جيد جدا لحد دلوقتي معظم الناس، وانا هسالكم السؤال ده، محمد شريف بيلعب برجل اليمين ورجل الشمال؟ انا بسالكم، لا كل واحد بيلعب بالاثنين، بس هو بيلعب بأني رجل الاساسيه؟ يمين؟ لا فعلا ركز، فعلا اللي انا ملاحظاه فيه يا كابتن احمد، في كفاءه في الاثنين. ده الغريب، ان اي لعيب اشول رجله اليمين بالنسبه له تبقى ضعيفه جدا، ضعيفه شويه، وبيتحاشى انه يلعب بيها. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني بغض النظر عن اليمين وعلى الشمال، الفكره ان هو قدر ان هو يلعب كرات راسيه اللي كان الناس جديد. كتير بقى ايوه الناس كتير كانت متشككه فيه، فهو لاعب متكامل زي ما حضرتك بتقول، اشول بيلعب كمان، ايمن بيلعب بالراس، فكله يعني بصراحه محترف نقدر نقول ده. اكيد اكيد هو الناس سخنته كمان على موضوع التهديف بالراس. اكيد ما هو كل واحد ما بيجي يشتغل، انا كمهاجم مثلا عنده رجله اليمين كويسه والشمال كويسه، واهدافه معظمها كده بالزبط. الناس تيجي تقول له او كمان المدير الفني كمان، مش اللاعب بس او الجمهور بس، لا المدير الفني برضو لازم يكون عندك تنوع. ممكن الناس تقفل عليك مثلا، ما تعرفش تجيب اجوان برجليك، فهتتجه للعب الكره العرضيه، فلازم اكون مميز عشان اعرف اجيب اجوان. فهو اكيد مستر مستمر اشتغل معاه على النقطه دي، وبدا احرز هدف حلو جدا في المقصه براسه. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى اكتر، لان فعلا النادي الاهلي تنقص النقطه دي شويه، اللعب على الكرات العرضيه والتكمله من نص الملعب او المهاجمين يعني. طب ليه تنقصه؟ يعني اداء اللعيبه النادي الاهلي بيلعبوا زي الاداء برشلونه، كره من رجل لرجل وعلى الارض. حتى كمان ايوه، بس الامر ما يخلاش اكيد في فرق بتلعبها الاسلوب ده مش هينفع معاهم، زي ما بقول لك الفرقه بتلعب دفاع منطقه تقفل لك المساحات، وده اللي كان برضه عشان الناس ما تقولش بتقارن النادي الاهلي ببرشلونه. لا، في وقت من الاوقات برشلونه كان بيلعب بالطريقه دي، ها، والفرق لما تيجي تقفل عليه ما بيعرفش يكسب. لكن انت لازم يكون عندك تنوع، عندك مثلا لما فرقه بتلعب بالشكل ده لازم تفكر في التصويب. هتكلم على مباراه المقاولين، كان بيلعبوا نفس الاسلوب ده، والمباراه كانت صعبه جدا عشان برضه نفس الاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، الكوره الاختراق من الامام والمساحات الصغيره. لكن في اوقات من الاوقات لازم تشتغل بالكرات العرضيه، لازم تفكر في التصويب، لعيبه نص الملعب اذا كان السوليه، اذا كان حمدي فتحي، اذا كان ديانج، اذا كان حسين الشحات، لازم تفكر في التصويب. ونفتكر برضو طاهر محمد طاهر احرز هدف جميل جدا في افريقيا ضد فريق جنوب افريقي، مش متذكر قوي، هدف رائع من التصويب، فلازم تفكر في التصويب. فدي لازم الفرقه المتكامله لازم تفكر ازاي اخترق الفرقه اللي قدامي باي انواع بقى، بالاختراق من الامام، من التصويب، من الكرات العرضيه، حاجات كتيره جدا لازم الفرقه تشتغل عليها.